بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC ومع الحلقة الثالثة في سلسلة استخدام الشموع اليابانية في التحليل الفني الكلاسيكي. عنوان محاضرة اليوم: استخدام نماذج الشموع اليابانية في القنوات السعرية. القنوات السعرية ممكن تيجي اتجاهية، ممكن تيجي في حركة عرضية، لكن كل اللي احنا قلناه حول استخدام نماذج الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات ومع خطوط الاتجاه ينطبق تماما على القنوات السعرية. وأهم ما يميز القنوات السعرية ما يأتي: رقم 1، رسم القنوات السعرية يستند إلى ذيول الشموع واتجاهها في حال كانت عرضية، ويستند على آخر نقاط الذيول في حال كانت مائلة. وتفسير هذا الكلام يعني أنه إذا كانت القناة السعرية بهذا الشكل المنكسر الأفقي اللي أمامك، فأنا هشوف ذيول الشموع دي فين في الحركة العرضية، وارسم عليها الدعوم والمقاومات بتاعتي. واحنا عارفين من قبل كده ان الدعوم والمقاومات ترسم في منطقة في حدود طول الذيول. اما بالنسبة للقنوات السعرية المائلة، تتخذ مثلا اتجاه صاعد او هابط كما هو موضح. هنا انا استخدم اخر نقاط موجودة في ذيول الشموع، وبكده يبقى القناة السعرية في حالة ما اذا كانت الحركة عرضية تكون منطقة، اما اذا كانت اتجاهية مائلة القناة السعرية بتكون عبارة عن خطي اتجاه يرسمان أعلى وأدنى القناة عند نهاية الذيول. رقم 2، كلما زاد عدد الاختبار لمناطق الدعم والمقاومة بشكل عقلاني، كلما كان فيه احتمالية للمتاجرة في هذه المنطقة. وكمان لازم نركز على رقم 3، من المهم الانتباه لشكل الشموع اليابانية عند مناطق الاختبار، لأنه كما في رقم 4 يتم التداول وفقا للنماذج التي تتشكل عند مناطق الدعم والمقاومة، وليس بمجرد وصول السعر إليها مثلما يفعل الكثيرون وخاصة المبتدئين. يعني في حالة وجود نماذج انعكاسية أو استمرارية سنتداول بناء عليها، وكمان استنادا للدعوم والمقاومات. وهنا بيكون دور الشموع اليابانية بتلعب دور التأكيد والفلترة في دخول صفقات أكثر نجاحا. طيب تعالوا نشوف مثال على الشرط. لو حبينا نرسم الدعوم والمقاومات، واضح عندي ان في حركة عرضية وليست مائلة، اذا هنستخدم الذيول السفلية والذيول العلوية لرسم مناطق الدعم والمقاومة لهذه القناة السعرية. وبعد كده هنحاول نقيم حركة الاسعار عند مناطق الدعم والمقاومة ازاي بتتعامل، وبناء على كده اذا تشكل عندي نموذج انعكاسي فانا هتاجر استنادا عليه. اهم حاجة اني ما ادخلش مباشرة عند وصول السعر الى منطقة الدعم او المقاومة بنية انه هيحصل ارتداد وانعكاس مباشر، لا، لان ممكن الارتداد ما يحصلش عندي ويكمل السعر صعوده بدون اي مشاكل. هنا بيكون الحكم في دخولي الصفقة على الشموع اليابانية. وبذلك نكون انتهينا من هذه المحاضرة، الى ان القاكم في محاضرة قادمة. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.